أرحب فيكم السادة المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج أكاديمية. كثر الحديث عن التعليم في الآونة الأخيرة وكثرت حلقاتنا الإعلامية عن هذا الجانب وكثر المحللين في الجانب الأكاديمي التعليمي وكثيرة هي الندوات التي تقام من قبل الجهات الحكومية والجهات الخاصة والطالب ضايع ما بين الجهات الحكومية والجهات الخاصة وكثر النزاع والصراع على هذا الجانب التعليمي المهم في الدولة والعضو يعني عضو مجلس الأمة يصارع من أجل القضايا الأكاديمية أعضاء هيئة التدريس اللي في التطبيق بجامعة الكويت بالجامعات الخاصة يصارعون من أجل القضايا الأكاديمية البعض يصارع لأجل مصالح شخصية بعض أعضاء هيئة التدريس أنه يطالب ويحاول أن يندد بالإعلام ويهدد بمحاسبة المسؤولين أعضاء مجلس الأمة والضغوط النيابية اللي تمارس منهم على البعض لمحاولة يعني التعيين أو محاولة حتى تمرير بعض الطلاب. إذن هي العملية شائكة ونسينا الطالب. هم المفروض أن نخدم الطالب ونخدم المنظومة التعليمية ويكون عندنا أبحاث علمية حتى يتطور التعليم، لكن إحنا اهتمينا بالصراع وبالمطالب وبالمشاكل ونحلل المشاكل ونشوف شو اللي موجود عندنا وين راحت الميزانية ومتى جت الميزانية وننسى الأساس. لذلك في الفترة الأخيرة من غير ما نتردد واضح جدا للجميع بأن المستوى التعليمي بالكويت بدأ يتراجع لعملية البحث العلمي والميزانية المخصصة لها وكذلك دراسة الطالب واحتياجاته والمفروض أن تتطور. هذه الحالة السياسة واحتكاكها مع الطالب، السياسة واحتكاكها بالتعليم. كل ما صارت عندنا مشكلة سياسية أو أزمة سياسية هددوا الوزير وكل الخطط للموضوع راحت، وتعال وزير مرة ثانية وحط لك خطط. يعني هي العملية متكررة، أصبح الروتين متكرر. واليوم نريد بهذه الحلقة أن نتحدث عن تقييم مستوى التعليم بالكويت ونحاول أن نشخص هذه المشكلة على وعسى أن نجد حلاً لكثير من المشاكل اللي نواجهها. ضيفنا لهذا المساء اللي حرص اليوم أن يتواجد معنا ويتواصل في برنامج أكاديميا عضو هيئة التدريب في التطبيقي الدكتور حسين قاسم، حياك الله معي. الله يحييك. الله يحييك. واليوم الليل سيطول حتى نحاول أن نشرح ونحلل ونشخص هذه الحالة. دكتور أنا يعني هي ليست حالة سلبية وهو مو تحلطم. نعم. يعني أنا والله ما بتحلطم. نعم. ولا أبي حتى المشاهد يضيق خلقه أن إحنا قاعد نتحلطم. نعم. ولكن الوضع الحاصل في الديرة والوضع الأكاديمي اللي موجود إجباري يخليك تتحلطم. نعم. قبل الله أبتدي معك. نعم. خلني أسأل السادة المشاهدين إن إحنا فعلا إذا كنا نبي نطور التعليم بالكويت شو اللي نحتاجه؟ بعد ما أشوف سؤال الحلقة وأرجع أتواصل معك حتى نحلل ما يجري في يعني التطبيقي والجامعة والجامعات الخاصة. مخرجنا الفاضل خلينا نشوف سؤال الحلقة. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معاكم ومن بعد سؤال حلقة اليوم ماذا يحتاج التعليم حتى يتطور والأرقام راح تشوفونها أسفل الشاشة للتواصل معنا. دكتور التعليم بالكويت لو أبي قيمة مدارسنا والتطبيقي والجامعة والجامعات الخاصة شلون تقيمه بحكم اختصاصك؟ أنت في التطبيقي في إحدى الجامعات الخاصة على تواصل مع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت مع الطلاب كذلك، وإذا أردت أن أشخص وأبين الحالة التعليمية بالكويت الأكاديمية شلون تشخص لي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا بلخص بكلمة واحدة أنا ما أقدر أقول عنها أنها ممتازة، وأيضا لا أستطيع أن أقول عنها أنها ضعيفة، هو شيئا ما بالوسط ما بين جيد وجيد جدا. لكن بتراجع؟ في تراجع، في نعم. تراجع أنا أقيسها من خلال المخرجات، مخرجات التربية أو مخرجات التعليم العام. نستطيع قياس هذا الشيء من خلال تدريبنا وتدريسنا في القاعات الدراسية. يعني أعطيك على سبب يعني على سبيل المثال حتى على أبسط الحلول الرياضيات واللغة العربية تلقاها في تراجع مستمر. الطالب عندنا أصبح تطلب منه تقرير يعني يؤلمك ويحزنك ما يقوم فيه ما يقدم الطالب من تقارير. لغة عربية بسيطة ما يعرف، ناهيك عن لغات أخرى كلغة إنجليزية وغيرها من الأمور. هذا مؤشر خطير جدا. إذا أمة تراجع عندها المهارات الكتابة والقراءة فأعرف بأن ناقوس الخطر بدأ يدق في هذه الأمة. تمام. إذا التقييم بشكل عام نعم هو متوسط حتى الآن لكن بتراجع. نعم. يرجع إلى الفرد نفسه، يعني الأمانة المتميزين لأنهم هم المتميزين كأفراد. يعني هذا الخريج أو هذا الطالب جاء من بيت حرص كل الحرص على التعليم وعلى
التطوير، تطوير ذاته مهنيا وايضا يعني في مجال الجوانب السلوكيه والشخصيه. تمام، ابتدي معك من المدارس. نعم، مدارسنا شو تقييمك لها وكذلك المدرسين الافاضل ونظام الكفايات اللي طبق بالفتره الاخيره والبعض امتدحه في البدايه بعدين تحلطموا عليك المعتاد؟ نعم، شو اللي قاعد يصير عندنا في المدارس؟ انا شوف، انا من تجربتي يعني في يعني 20 سنه في مجال التعليم والتدريب، انا ما اقدر الوم ركن من أركان التعليم. المنظومة تحتاج إلى مراجعة، المنظومة بشكل عام تحتاج إلى إعادة تقييم وإعادة مراجعة. نعم هناك معاناة يعانيها عضو هيئة التدريس والتدريب سواء في المدارس أو في الجامعات. هناك بيئة معينة تحيط بهذا الفرد وهو كائن موجود في هذا المجتمع، وبالتالي أداءه أصبح يتراجع نوعا ما. في السابق كانوا النخبة يعني يذهبون أو يتجهون في لجانب التعليم والتدريب. لا، الآن يجب أن نعترف بأن نعم هناك البعض ينظر إلى التعليم والتدريب كباب من أبواب الرزق أو باب من أبواب الغناء أو باب يعني الثروة، وبالتالي هذه أحد الثغرات اللي إحنا قاعدين نعيشها. ولذلك مهم جداً أن يكون هناك مقابلات واختبارات شخصية قبل أن يتجه هذا العضو في إلى هذا المضمار. يعني بشكل عام حتى في مدارسنا. نعم. تمام. يبين إلى تقييم الجامعة، جامعة الكويت، وكذلك حالة التعليم فيها والميزانية اللي وضعت لدعم البحث العلمي بعد ما تم تقليلها وتقنينها. نعم. نتضرر وبذلك نعم. تراجعنا. نعم. تراجع مستوانا. يعني تعليقك على هالجانب. نعم. والله للأمان نحن نتشرف في جامعة الكويت إلى الآن، هذا الصرح يعطي بفضل جهود أعضاء هيئة التدريب والعاملين في هذه الجامعة. نعم الميزانية البحث العلمي في تراجع مستمر، وهذه أيضا معضلة وكارثة، مؤشر خطير. في الدول المتقدمة تجد أن البحث العلمي يأخذ 40-50-60% من موازنة الدولة. الآن إذا ذهبنا إلى الإحصائيات الموجودة تجدها ضئيلة وتجدها ضعيفة جدا. طيب كيف سيتطور هذا العضو دون أن يكون هناك بحث علمي يمارسه أثناء حياته والمهنية؟ طبعا من المسؤول عن التراجع؟ وهذا المنظومة المسؤولة، المنظومة ككل. شوف أنا بعطيك مثال. يعني دكتور كلمة منظومة وايد مواضحة المعالم. صحيح. شنو يعني؟ أنا أقول لك، إذا جاءت أي صرح أكاديمي علمي معهد من المعاهد، كلية من الكليات، وارتأت بأنها عليها أن تقوم بتطوير هياكلها التنظيمية، تطوير هيكل تنظيمي لتحسين الأداء، هذا لن يعني على الأقل سيأخذ من الوقت 203 أو السنتين أو 3 سنوات. وهذه تجربة فعلية احنا عندنا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. الهيكل التنظيمي للهيئة أخذ له 5 سنوات على ما اعتمد. فلذلك لما أقول منظومة أنا أقصد فيها أن هناك العديد من الجهات التي شريكة في القرار. شريكة في القرار. نعم. تأخير صناعة القرار يؤثر على جودة التعليم، ولذلك يعني لازم يعني يجب إنشاء، وهو موجودة يعني الهيئة العامة نقول لجودة التعليم موجودة، لكن نحتاج خطوات فعالة أكثر يعني في هذا الجانب، بحيث إن لما إحنا نقول إن هناك مؤشرات تفرض علي التطوير، يعني الدورة المستندية يجب أن تكون سريعة جدا في هذا الجانب. هذا الواقع ما نحسه في القطاع الخاص. القطاع الخاص يعيد برمجة أو يعيد هيكلة مؤسسته ترى في غضون أشهر معدودة، لكن إحنا عندنا الوضع ثقيل جدا. حتى صناعة القرار للعلم هناك مناصب في التعليم بشكل عام، هناك مؤسسات بلا رؤساء وبلا مدراء وبلا عمداء. تخيل، ولكن من سيدير هذا الصرح؟ مثلا في بعض المؤسسات هناك غياب واضح، لو ناخذ ايضا حتى التطبيق هناك غياب واضح لمسؤولين كثار بسبب يعني بطء صناعه القرار التعليمي في الكويت. طلعوا قبل فتره مرسوم المجلس الاعلى للتعليم، ماذا سيضيف للجانب التعليمي؟ هذا مهم جدا،
هذا 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 يعني هذا المجلس سيضيف إضافات كثيرة جدا. متى سيفعل أو متى سيفعل قراراته؟ نعم هي موجودة يعني صار لها في الخطة التنمية، هي موجودة ترى من زمان يعني، لكن إلى الآن لم نرى تأثيرها على أرض الواقع. لأن توه حديثة، من المفروض نستعيل دكتور؟ إحنا متأخرين، محتاجين إلى تفعيل أكثر لهذا الجانب، متأخرين جدا. أنا أقصد أن هذه اللجنة تم تشكيلها مؤخرا، لذلك أن قراراتها تحتاج وقت. هناك هيئات كثيرة تم تشكيلها، وبس الهيئة هذه، ولكن تشكيلها على الورق لم نراها فعليا على أرض الواقع. هيئة الغذاء، مكافحة الفساد وغيرها من الأمور، لم نجدها على يعني تأثيرها، لم تصلنا إحنا مو مستبشر خير بالمجلس؟ لا لا مستبشر إن شاء الله، لازم، ما عندنا غير التفاؤل، ما عندنا غير هالشيء يعني. تمام، أعود مرة أخرى لتقييم التطبيقي والتعليم. نعم. في التطبيقي، شنو رأيك بالتطبيقي ووجوده كأكبر صرح أكاديمي في الوطن العربي إن صح التعبير؟ نعم. يضم ما يقارب 60,000 طالب، وهو نعم. من الأرقام الصعبة في الوطن العربي. نعم، صرح مثل هذا الصرح عملاق جدا، ويمكن من أكبر المؤسسات، 5 كليات 9 معاهد، صرح ضخم جدا. إدارة صرح مثل هذا مو هي يعني ما هي بالعملية السهلة والبسيطة، فلذلك هذا الصرح يحتاج إلى إعادة هيكلة. وأيضا الحمد لله يعني قبل اليوم أنا قريت تصريح للسيد المدير العام دكتور أحمد الأثري بالانتهاء من هيكلة التطبيقي، وجاري إن شاء الله اعتماده في مجلس إدارة الهيئة، ومن ثم إجراءات الاعتماد الرسمي في ديوان الخدمة المدنية. إذا ترى بأن تطبيقي جيد مستوى؟ لا ما أقدر أقول جيد، بحسب يعني انا بتكلم عن هذا، انا هذا الصرح ما تكلمت عنه. نعم. كصرح اخذ راحتك. لا انا بتكلم عن صرح ومستوى جوده التعليم. نعم. فيه نعم لا حسب، من كل كليه وكليه يفرق كل قسم وقسم يفرق. شو الفرق؟ كل كورس ودوره ودوره تفرق. شو اللي يفرق؟ يفرق، انا قاعد اقول لك القضيه قضيه منظومه وليس قضيه افراد. المفروض يعني دكتور، المفروض ان التطبيقي بادارته. نعم. اداره واحده، الاداره العامه ممثله بالمدير العام الدكتور احمد الاثري. نعم. يضع الرؤيه والاستراتيجيه، بعدها مدراء المعاهد والكليات يمشون عليها. اذا لن ترى حاله التذبذب. شو اللي قاعد يصير عندنا اذا كورس يفرق معنا؟ لا مو بهالسهوله، مو بهالبساطه. شوف الاتصال التنظيمي. أيه؟ ما بين اذا خذينا الهيئه، ما بين المدير العام ومدراء المعاهد والكليات، ابسط موظف ترى معقد جدا. واضح. فبالتالي العبء التنظيمي ثقيل جدا، التركه ثقيله جدا. هذا مو بهالسهوله. انا ليس دفاعا عن احد، لكني انا عملت في التطوير الاداري سنوات واعرف كيف تدار هذه الامور. العمليه مو بهالسهوله. انا ايضا ما ابي ادافع عن احد، لكن ابي اقول يعني اعطيك مثال. احنا اذا اشتغلنا على خريج عالي الجوده، وين راح يروح؟ وين راح اين سيذهب؟ خريجين في بعض التخصصات ترى في جهاتهم ما قاعد يعطي الاداء اللي درب هو عليه. صحيح، مو قاعد يعطي. صحيح، وبالتالي هو قاعد راح ينقل هذه الطاقه السلبيه، ينقلها ل زملائه والباقين او راح الاجيال اللاحقه. الاجيال اللاحقه. نعم. وبالتالي لا اقدر، انا ما اقدر الوم فرد. انا على فكره في هذا الحوار قبل يومين في ندوه، ما استطيع ان الوم فرد. منظومه كامله تحتاج الى اعاده برمجه واعاده تقييم. تمام. الاداره. نعم. العامه في التطبيقي كيف تقيمها وتعاطيها مع اعضاء هيئه التدريس والتدريب، مدراء المعاهد والكليات، وأعني هنا دكتور أحمد الأثر؟ لا دكتور أحمد الأثر، شوف للأمانة وإحنا في دولة ديمقراطية، يعني الرجل مخصص يوم كامل لأعضاء هيئة التدريب، يوم كامل لأعضاء هيئة التدريس. للأمانة تليفونه متاح، ابعث له مسج الآن من تليفونك ستجد أن الرد وافر. هذا غير أنه نشط في التويتر وفي وسائل. ليش الهجوم عليه دكتور؟ في عليه هجوم أول شيء؟ والله إحنا دائما نقول في الأمثلة يعني. نعم. الإنسان الناجح يجب أن يهاجم. يعني وصفهم بأنهم مشاغبين. هناك ممكن أعطيك تعريف مختلفة للمشاغبين. يعني تجد بأن أنا بالنسبة لي في القاعة المشاغب هو اللي يحركني. نعم، يعني أنت تجد بأن ما عليه ضرر، ما يقصد. لو كانت إهانة لا تحاتف، كان 20 واحد رفع قضية على الدكتور. لكن بشكل عام في رضا عليه يعني. أنا شخصياً على الدكتور أحمد الأثري أنا راضي تماماً، ليس مجاملة. وهل الأغلبية يعني تجمع على هذا الرأي؟ ما أعتقد. يمكن في نعم يمكن لا. أنا إحنا إذا نبي نتكلم كمحترفين يجب أن نقيس هذا الشيء، يجب أن نعمل قياس رضا وظيفي. تمام. شخصيا أنا كمختص
وملم. إذا نبي نتكلم عن الدكتور تحديدا، شخصيا أنا كإنسان ملم ومتخصص وعارف الدكتور، أنا الدكتور أحمد الأثير عارفة ترى من زمان، من 20 سنة، هذا الإنسان مرن جدا، متخصص جدا، ضليع في الإدارة. ولو تشوف يعني حتى في المخالفات اللي كانت في السابق الآن قللها، قلت بشكل كبير جدا. مصاريف اللي كانت من 15 مليون وصلت إلى 9 طبعاً مليون. طبعا شوف احنا إذا بنحكم على إنسان خلي العواطف جانبا، شوف المؤشرات، شوف الأرقام، شوف الأرقام اللي الحين موجودة. أنا مو دفاعا عن صرح أنا فيه، نعم، لكن أبي أتكلم يعني عن حقيقة موجودة. الحقيقة بأن ليس يعني إذا هناك أي قصور، ف وإذا هناك إذا كان في هناك أي قصور فلسنا نحن السبب في هذا كسبب جوهري. تمام، شنو يعني لك آخر نقطة دكتور في التطبيق، شنو يعني لك أن بعد وجود 34 مخالفة، نعم، قبل أن يعني يتولى الدكتور الأثر، نعم، المنصب، ومخالفات مالية وتجاوزات كثيرة، اليوم أصبحت فقط هناك مشكلتين وليست حلها مو بيد إدارة التطبيقي، وأصبح التطبيق يحتل المركز الثاني من حيث الجودة والقضاء على هذه المشاكل بعد البنك المركزي. شنو يعني أن جهة حكومية أكاديمية تقضي على كل المشاكل بهذه الطريقة في غضون سنتين أو ثلاث؟ طبعا غير علاوة على ذاك، تو ماخذين الهيئة حصلت على جوائز في دبي، جوائز، نعم، بالنسبة حق التعليم الإلكتروني، هذا أيضا إنجاز. يعني الكثير هذا الشيء، يعني بأن الرجل المناسب في المكان المناسب. طيب وين الخلل؟ أنا أحب، نعم، أتكلم صراحة، نعم، ترى الخلل فينا إحنا فيني أنا، عشان أنا لا ألوم الآخرين، يمكن المشاهدين يقول في لا تلومنا، لا، الخلل فينا إحنا كلنا، يعني كل واحد فينا عليه أن يقوم بواجبه على أكمل وجه، وبعد ذلك يطالب ب يعني يقيم الآخرين. أنا شخصيا شوف، أنا كنت موظف عادي، وكان عندي نظرة معينة. أنا عندما أصبحت مديرا فعلا وجدت أن الأمور لا تقاس بهذه الطريقة، اختلفت تماما، خصوصا مع وجود الشخص على قمة هرم ضخم جدا، وهناك ضغوط خارجية وداخلية، وبالتالي يعني أعتقد أن المشكلة لا تنحصر بضلع واحد، بل هناك أضلاع مختلفة يجب أن نناقشها عدل. يعني مثلا أعطيك مثال، لا أطيل في هذا الشق، على سبيل المثال إحنا ننتج المنتج الخريج مو قاعد يأخذ حقه في سوق العمل، مو قاعد يأخذ حقه، ولذلك علينا أن يعني نشرع تشريعات لتوطين الوظائف. صحيح، هذا يجب أن يكون في الدرجة الأولى. طبعاً. علينا تكويت بعض الوظائف، بعد ذلك تعال قسني في قصور تشريعي بحق الطالب؟ نعم، هناك وظائف كثيرة في الدولة. شوف في السعودية قرار واحد في المملكة العربية السعودية لسعودة قطاع معين، على طول في نفس اليوم 10,000 وظيفة. وبالتالي لما في 10,000 وظيفة، ماذا سيحصل في التعليم؟ راح يشد حيله أكثر، هذه الماكينة ستتحرك بكفاءة أعلى. ليش؟ عشان تؤهل خريجين قادرين على مواكبة هذه الوظيفة الجديدة اللي راح يعمل فيها في المستقبل. تمام، إذن ما زلنا في محور تقييم التعليم بالكويت، نعم، وهو لذلك هو جيد، نعم، لذلك تراه هو بالمنتصف، وأطمح للأفضل طبعا. تمام، في أمل أنه يكون أفضل؟ لازم في أمل. تمام، نعم، يعني متفائل جدا. وأرى هناك أن هناك بعض الشخصيات الكويتية ستنهض في التعليم، بس لو أعطيناها شوية فرصة. تمام، نعم. أعود بعد الفاصل لأتحدث عن مستوى الطالب وعضو هيئة التدريس واللجنة التعليمية بمجلس الأمة. نروح فاصل صغير وأرجع أتواصل معاكم مرة أخرى ومع الدكتور حسين قاسم. حياك الله. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل، مستمرين معاكم مع الدكتور حسين قاسم عضو هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. أرحب فيك مرة ثانية معي. حياك الله. أبي أتكلم عن اللجنة التعليمية بمجلس الأمة، نعم، لأنك قبل الفاصل قلت عندنا قصور تشريعي
بحق تمكين الطالب في بعض الوظائف، وقارنت للمثال اللي في المملكة العربية السعودية بأن هناك جهة حكومية واحدة قررت سعودت هذه الجهة فوفرت 10,000 فرصة وظيفية، عدل؟ صحيح. تمام. لنقيم عمل اللجنة التعليمية، شنو دورها وهل هي قائمة على أكمل وجه بدورها وتحاول أن تتبنى هذه القضايا، وهل هناك إمكانية لتحسين الجانب التعليمي بسببها وتشريع بعض القوانين اللي تخدم الطالب وعضو هيئة التدريس والتدريب وجامعة الكويت والجامعات الخاصة والمنظومة التعليمية بشكل كامل؟ نعم. إن شاء الله التقييم يكون جيد جدا، لكن أنا أطمح بأن يكون هناك فعلا توطين واضح لكثير من الوظائف في الكويت. أنا على سبيل المثال عندنا بعض الوظائف يعني تم تكويتها، مثل الصيدلة، مثل المحاماة وغيرها من الأمور يمارسها الإنسان الكويتي. تعال خلنا نرجع حق أو نتطرق إلى كثير من الأمور. خلنا في مثلا في المجالات الفنية، التمريض مثلا كوته، تعال روح حق مثلا المجالات الفنية المختلفة، خصوصا أن في عندنا هيئات مثل شركة المشاريع الصغيرة ومشاريع أو شركات مختلفة تدعم الفرد الكويتي في هذا الجانب. لذلك أنا أرى قرار واحد إذا نجحنا فيه، وأنا قاعد أسعى في هذا الجانب، قرار واحد إذا استطعنا تكويت بعض المهن في الكويت، صدقني راح يصير عندنا شيء جديد جدا في هذا الجانب، خصوصا القطاعات الفنية، يعني القطاعات الهندسية، القطاعات العلمية بشكل عام. وبالتالي أيضا راح يضطر المواطن أن يتجه إلى هذه الاتجاهات. الاتجاهات ليش؟ لأن عندنا كثير من المهن ما مراضي يمارسها المواطن الكويتي. إحنا ملزم بهالطريقة ما راح يكون عنده خيارات، فيضطر ما عنده إلا الخيارات هذه. بعدين لما يصير في نجاح، تجارب نجاح مختلفة، لا راح يشجع أكثر. البداية ستكون مزعجة نوعا ما للكثيرين، لكن مع توافر عناصر نجاح راح يستمر في هذا الجانب. يعني تأخذ جوانب السيارات وصيانة السيارات وإصلاح السيارات، انتهي في الجوانب الهندسة المدنية وغيرها والكيميائية والكهربائية وغيرها من الأمور. أنا أعطيك مثال حي واقعي، أنا أشرف على تخصص جديد، تخصص فايبر أوبتيك، ألياف ضوئية. نعم. الآن الحين في هذا الاستديو هناك الكثير أمامنا قاعد نشوف كوابل للألياف الضوئية. هذه بنية تحتية جديدة الكويت كلها راح تعمل في هذا المجال. نعم. إحنا عملنا مراسلات لكل الجهات الحكومية نشوف مدى احتياجهم لهذا التخصص. تصدق على ردوا علينا بما لا يزيد عن 20 و30 واحد، بالرغم من أن الاحتياج الفعلي، الفعلي أكثر من 20. أنا أقول لك وأنا مسؤول عن هذا الكلام، الاحتياج الفعلي يفوق 10,000 خريج. شنو يدل هذا؟ نعم. هل هناك يعني يدل على أن هناك غياب وعي؟ نعم. الحاجة الحقيقية هذه المنظومة اللي أنا أقصد فيها، على الجهات أن تعطي أرقام فعلية، وأيضا على القطاع الخاص أن يكون شريك فعال فيها في بناء هذا الوطن، بدال لا يستعين بعمالة خارجية. عندك أنت مواطن كويتي والدولة تدعمك. نعم. أوضح دكتور. نعم. هل الرد اللي قال لكم 20 واحد وأنت تقول محتاجين بالآلاف في خلل بالأرقام، لأن عدم تمكين الطالب الكويتي أو الخريج الكويتي، ولا لأن ما عندهم علم حقيقي باللي يحتاجونه؟ لا، في عدم ثقة من القطاع الخاص الكويتي، يعني ما يبيعون الكويتيين. مو ما يبيعون، ما في ثقة. أوكي. في عدم ثقة وفي تخوف من المواطن الكويتي للتوجه للقطاع. لذلك إن كان في حاجة فهو يسدها من خارج الكويت. يسدها من خارج الكويت. تمام. ومع ذلك هو مو قادر في هذا المجال تحديدا، هو ما عنده القدرة على جلب هؤلاء الخبراء، لأن أنا أعطيتك الآن مثال قضية الفايبر أوبتيك. هذه نقول تخصص نادر جدا، وبالتالي البنية التحتية في الكويت، أنا كمتخصص أقول لك إلى الآن بيوتنا ما كوابل الألياف الضوئية واصلة بس ما اشتغلت بسبب نقص في وجود العمالة. وين العمالة؟ موجودة بس كويتية. لاحظ شلون؟ إذا كان هناك رقابة شديدة وتشريع واضح في هذا المجال ورفع نسب التوظيف في القطاع الخاص بدل لا يكون 15% زيادة إلى 20 وأكثر، صدقني سيكون هناك فعلا اقتصاد غير وقوي، ويعني
على مستوى الطموح، فعال على الأقل، فعال على الأقل. لذلك هناك قصور باللجنة التعليمية. بالضبط، هناك قصور باللجنة التعليمية، والحكومة قصور أكثر من اللجنة التعليمية. الحكومة يجب أن تعطي مؤشرات، الحكومة هي إيدها في العمل أكثر من أي جهاز آخر، ولذلك عليها أن تعطي مؤشرات فعلية وواقعية وتستعين بخبراء. على فكرة كثير من الأرقام اللي أقول لك يا هاي مبادرات من عندنا، كان يفترض أن يطلب من عندنا، يفترض أن يكون هناك جهاز يعني بهذا الشأن. لكن كل هذه المبادرات، شوف النجاحات اللي تشوفها سواء في الجامعة أو في الهيئة أو في المدارس، ترى هذه نجاحات جاءت بسبب وجود عناصر راغبة في النجاح، راغبة في النجاح، أدت إلى هذه النتائج. لكن النظام يحتاج إلى صيانة. يعني أعطيك مثال على واضح، إحنا أصلاً في عندنا لوائح في التطبيقي من 1982، يعني كم؟ أكثر من 40 سنة على هذا، على هذه يعني، أو أكثر من 30 سنة، يعني 40 يعني إلا تقريباً 40 إلا على هذه الأمور. تخيل هناك هياكل صار لها 20 و30 سنة، تخيل أن هناك اختيار لوظائف حساسة قراراتها صار لها من 95 ومن 82 وغيرها من الأمور. ولذلك طيب بتقولي عدل القرار، لا، الموضوع مو أنا قاعد هني وعدل القرار، هناك دورة مستندية يعني الآن مو موجودة في العالم من طولها. الدورة تأخذ 4 و5 سنوات. لذلك لا تلوم أي إنسان، أي إنسان موجود في أي مكان في الحكومة، لا أنا ما ألومه. ليش؟ لأنه أيضا هو مقيد بقوانين، مقيد في بعض البيروقراطية. نعم، اللي عندنا مو قادر يعني يكون مرن أو يكون نشط، ولا مو قادر يبتكر ومو قادر يبدع في هذا. هي هذه البيروقراطية، وهذه مشكلة البيروقراطية، وهم اللي آمنوا فيها في البداية ويتحملوا نتيجتها بعد. هذا اللي صار. نعم تمام. أتحدث عن مستوى الطالب، يعني بعد هالكلام كله احنا قاعد نتكلم عشان الطالب. نعم، في ظل الصراعات اللي صايرة، أزمة سياسية، طيرت وزير. نعم. قعدت الصبح فجأة لقيت واحد متعين عندك بالقسم وانت ما تدري هذا من جاي، سياسة باراشوت. صحيح. الصراع اللي قاعد يصير على إزالة مثلا فلان اللي تم تعيينه، الميزانية اللي نحط، نسينا الطالب. نعم. شنو الطالب بالضحية اللي يعني كل هالصراعات علشانه، وهو بالنهاية يقول أنا محاسب شيء. صحيح. يعني في إحدى الندوات قبل كم يوم، نعم، كان هناك صراع ما بين أقطاب مختلفة. نعم. مع أن أنا أطور والثاني لا، ضد أنك أنت ما قاعد تطور. نعم. أحد الطلاب قال والله لو معطيني المايك كان انتقلت لاثنين. نعم. لأن اثنيناتهم مصلحة شخصية وأنا الوحيد اللي متضرر. نعم نعم، هذا هو. شوف المصلحة الشخصية هذا وضع طبيعي، خصوصا أنت لما تشوف أن هناك من يكسب أو هناك من يربح في هذا الجانب. لكن أنا بقول لك شغلة، نعم مصلحة الطالب تعنيني، لكن مصلحة الطالب يجب أن تعني الطالب بالدرجة الأولى، هو أن يجب أن يكون مراقبا لأداء الدكتور أو المحاضر. يعني أنا شخصيا أشجع طلبتي على الديمقراطية، وكل أسبوعين ثلاث والله أنا أعطيهم أوراق وأقول لهم اكتبوا ملاحظاتكم علي، ونعم وأجد أن هناك أخطاء أنا قاعد أرتكبها، فأقوم يعني نقول تعديل هذا الوضع. أنا أقصد بأن الطالب يجب أن يكون حريص كل الحرص على تطوير ذاته. نعم المعلم يأخذ له أيضا دور كبير في هذا الشق، في هذا الجانب. فبالتالي يعني، لكن أنا أكون صريح، أنا ألوم يعني على الأقل الطلبة اللي عندي يمكن قاعد يسمعوني هني، ألومهم بالدرجة الأولى. ليش؟ لأن دائما العلماء والمبدعين ترى هذيل طاقات ذاتية من خلال ذواتهم أبدعوا، شغف ذاتي. نعم, نعم. وأنتجوا في هذا المجال. أنا أمانة ما بأبالغ، أنا عندي طلبة ما يعرف يكتب، يمكن أنت تستغرب تقول ليش مركز على الكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق البداية. شلون نجح؟ ما أدري أنا، وشون يوصلني أنا ثانوية عامة وعلمي، صدقني أنا لو كنت تدري أن هذا محور حديثنا كان جبت لك بعض التقارير أقول لك اقرأ، لن تستطيع قراءة ما يكتب هذا الطالب. طلاسم حكت بي. ما طلاسم، وكأنه سحر أو شيء من هذا القبيل. ولذلك أنا هذا الطالب شلون بأعلمه وطوره؟ فمضطر إني أخفض من معاييري شوي، مضطر أسفن. خليك صار، خلني شوي. نعم، صار أحد راحتك. يعني ما نجح الطالب عندك
بيلك ثاني يوم ولي امره لسه نجحه. لا انا اقول لك شو خالف ولدنا نجحه يا بنيتنا نجحه. انا شرح تعامل معه. لا ما انا انا وكثير من زملائي نعم اصلح اليوم بعد خمس دقائق احطها في النظام واروح بيتنا. لما تدخل الدرجات في السيستم اصبح ما عندي القدره على التغيير. اكون واحد غيرتها لا ما يصير احاسب في التغيير الان. وعلى فكره هذه ايضا من انجازات اذا نبي نقول دكتور احمد الاثري وفريقه الخاص في التطوير اللي تارك التحلطم وقاعد يطور الان اللي هو نظام التاس. نظام التاس الان انا ادخل الدرجه وحميت نفسي من الاحراجات. انا فرد في المجتمع في الدواوين مختلفه. تبي تعدلها؟ ما عدلها الا من خلال كتاب رسمي مع ذكر المبررات. ليش بعدلها؟ يعني مثلا انا اذا صححت درجه خطا من حق الطالب ان يتظلم. نعم. اي نعم فعلا خطا. ما لا انا اعترف ما في مشكله جل من لا يسوى انا اخطات ويتم تعديله. على فكره ما راح يقطعون لي راسي بل يعني بكل حالتين ممكن. نعم بكل هدوء راح يتم. لكن حاله حالتين. لكن لما يشوفون انا عندي والله 20 طالب وكل كورس وكذا لا هذا موضوع اخر. ولذلك نظام التاس ساهم بشكل كبير في تحسين التقييم بشكل فعال جدا. وهذا ايضا يجب ان نذكر نذكر الانجازات. احنا متعودين في مجتمعنا نعرف ناتي بنقاط الضعف او نعطي نقول الجوانب السلبيه لاي انسان دون ذكر الشيء الايجابي. وطبيعي ترى الانسان يخطئ وطبيعي الانسان يعني لا يلتزم بسبب شيء يعني بسبب او لاخر عن المسار اللي هو خاطه وعمل له خطط معينه. لكن هناك الكثير من الايجابيات في هذا الجانب. نعم هل انت راضي؟ انا لا مو راضي بعد. ابي بعد. يعني انا ما اقدر اقول لك ان انا راضي جدا. لا انا مو راضي. ليش؟ لان ويجب على كل انسان الا يكون راضي. احنا نرضى فقط ان شاء الله الرضا يكون فقط عن رب العالمين لكن عن الافراد انا لن ارضى مهما كان هذا الفرد لاني اطمح للمزيد. العلم اعطانا ويعني وتربيتنا امرتنا بان نطور نفسنا باستمرار. متى ما رضيت ما راح اطور نفسي. تمام. اذا بعد تقييم مستوى الطالب ومستوى الطالب محتاج الى تركيز اكثر بالمراحل الاساسيه حتى يكون قادر على مواكبه التعليم في المراحل المتقدمه في التطبيقي او حتى في الجامعة وبالجامعات الخاصة. نعم. راح أروح فاصل صغير أرجع لأتحدث عنكم أنتم. نعم. أعضاء هيئة التدريس والتدريب. نعم. والمستوى اللي قاعد نشوفه والمستوى المطلوب وهل اللي قاعد يصير جيد يخدم الطالب ولا ما يخدم الطالب. وكذلك مثل ما تعودت عليك بكل أمانة وصدق. نعم. ننقل الصورة بشفافية للسيد المشاهد. راح أروح فاصل صغير وبعدها أرجع أتواصل معكم إن شاء الله. رجعنا مشاهدينا من بعد الفاصل مستمرين معاكم ببرنامج أكاديمية. حياك الله دكتور. الله يحييك. الله يحفظك دكتور. سالفة الشهادات المضروبة يعني كثر الحديث عن الشهادات المضروبة وفي السابق كنا نعتقد بأنها غير موجودة. نعم. إلى أن تبين حقيقة وجودها بعد ما تم تشكيل لجنة. نعم. ولا لو هي ما هي موجودة كان ما شكلوا لجنة. نعم. تم تشكيل لجنة وباعتراف من السيد الدكتور أحمد الأثري قال نعم عندنا شهادات مزورة مضروبة وهمية. يعني شو السالفة ايش صاير بالضبط؟ نعم. أول شيء خلنا نعطي التعريف السليم. نعم. هناك شهادات غير معتمدة. نعم. هي شهادات حقيقية ولكن غير معتمدة. أوكي. وهناك شهادات مزورة. الغير معتمدة نعم هناك جامعات غير معتمدة الفرد اجتهد وذهب إلى هذه الجامعة ودرس. يصير أن هذه الجامعة معتمدة ودرست فيها واخذت شهادتي بعدين السبب اعتمادها من التعليم العالي يصير. هل يأثر علي؟ لا 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 ما له شغل. ما اعتبر من ضمن اللي في يوم الاعتماد. اوكي واضح خلصنا منه. خلص. ولذلك الـ 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 نقول الغير معتمده هي مو مزوره. اوكي هذا غير معتمد. حطها على جنب. نروح للمزوره. نعم. المزوره واحد قاعد وياك بعدين قال لك يومين بروح وبرجع. شوي ولا ترى انا دكتور. دكتور متى درست الماستر؟ انا متى درست؟ شنو هالبحث اللي سويته؟ البحث اللي سويته؟
وين رسالتك العلمية؟ وين رسالتك؟ نعم. وين هذا؟ هذه هي مشكلة. نعم في بعض الناس لنفسهم، لكن لنفسه هو يبي يكون كذي، خلاص هو حر. طالما أنت ما جبت المؤسسة وما أعطيتني إياها تتحمل، جيب لك أي كرتون وحطه على اللوحة، أنت حر. لكن طالما أنت جبت المؤسسة وقلت لهم لو سمحتوا أنا دكتور، هني يجب أن تقوم المؤسسة بالدفاع عن من؟ عن الناس المجتهدين اللي كرسوا حياتهم علشان يصل ويتحمل. عرفناها الحين. اي نعم. السؤال الثاني. نعم. في دكاترة مزورين بتطبيقي، يعني ما راح، ما درس، ما سوى بحث، ما عنده رسالة، أو على أقل تقدير لم يزود الإدارة العامة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأي شهادة تدل على أنه حاصل على الدكتوراه وقاعد يدرس. لا مو خلنا أقول لك شيء، يعني هني لازم نروح للجهات المختصة. أنا حين أقول لك رأيي العام. نعم. هذا عند بعض الحالات اللي موجودة. نعم. لكن في ولا لا، هناك لجان لازم تعطي الرد السليم في هذا. تدري إذا في ولا ما في؟ ما لا ما شاء الله. يعني انت تدري دكتور؟ لا مو لا انا ادري، بس إيه؟ انا مو مسؤول وليس قاضي علشان اقول، حتى معرفتي ان مزوره ولا لا هذه رايي الشخصي. لكن اللي قال صح اللي قال الاقسام دكتور. لا مو انا عرفت لك الحين. إيه؟ واحد قاعد يمي اختفى ورجع بشهاده. اي رايي الشخصي بان شهادته ورق مشكوك فيه، مشكوك فيها. لكن انا ما اقدر ابت في هذا الراي الا من خلال يتم توجيه لسؤال محدد رسمي، تعال انت راح تكون رئيس لجنه التحقيق او تقصي حقائق لمعرفه هذا الشخص او غيره. نعم. لذلك هذا السؤال يوجه للمختصين. لكن تقصد فيهم؟ لكن على فكره ما ليش نقول التطبيقي؟ ترى اذهب الى الكويت من طولها وعرضها، واذهب الى العالم كله، المزورين ترى هذه مو ما يصير احنا نحصرها في التطبيقي، هذا مو صحيح. المزورين موجودين في العالم كله. في التطبيقي في هناك لوائح صارمة في هذا الجانب. لا لا أتكلم بصراحة، هناك لوائح صارمة. أنا علشان كل مرة يعني يتم ترقيتي أنا أقدم وثائقي من جديد، ترى هذه هم تعتبر عملية تدقيق على الشهادات. عرفت شلون؟ لذلك يعني في هذا الإجابة على هذا السؤال، المزورين في العالم كله ترى مو بس بالشهادات، تزوير في نتائج طلبة هذا أيضا يعتبر مزور. على المزوري على القانون يعني على المسؤولين تحويل المزورين إلى القضاء، واليوم صدر حكم في 16 واحد مزور، وعلى فكرة هم مو من الهيئة، 16 مزور للشهادات وتم إدانتهم في المحكمة في يعني أحكام مختلفة. لذلك أحوالهم من أي جهة؟ من يعني أمتنع عن الإجابة، لكن مو من الهيئة، يعني مو من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. واضح هذا مؤكد وموجود بالتويتر الحين، دش وشوف. خلاص اللي بيعرف دش تويتر وشوف بالضبط. اي نعم. قواك الله دكتور. الله يقويك. يلنا بين فترة والثانية واحد يقول والله أنا خبرتي عندي خبرة صار لي 30 سنة 40 سنة عشرات السنوات، ويجيب لك مجموعة من الأوراق ويقدم لك إياها. اي نعم. وتعال اقبلني. ليش أقبلك؟ والله أنا عندي خبرة بالكويت وخارج دولة الكويت، درست أو درست بهذه الجامعة هكذا عدد من السنوات، انتقلت إلى هذه الشركة مارست هكذا عدد من السنوات. يعني إحنا do we appreciate that kind of experience ولا لا؟ أبدا أبدا، هذه فعلا ها شوف هذه اللي تحتاج فعلا إلى تدقيق، تدقيق فعلي. الشهادة قلت لك في هناك جهات تعطيك صك باعتماده أو لا، لكن أنا الآن قاعد أشوف الشعارات زادت عندنا، يطلع لك واحد ويقول لك أنا كذا وأنا كذا وأنا سوبرمان وأنا الأول على مستوى العالم وأنا وأنا وأنا، ما يعني حيائنا قام يمنعنا أحيانا من نقول التصدي لهؤلاء الناس. سيفيات تأتينا يعني من 20 و30 صفحة، هني نحتاج إلى التدقيق. أنا شخصيا عندما يعني لما أكون في لجان المقابلات لا أدقق بالفعل على سير ذاتية لهؤلاء الأفراد، لكن إذا في جهات أخرى ما يكون في ذاك التدقيق، والتدقيق صعب. يعني واحد لما يقول لك أنا خبير في جامعة الدول العربية، شلون أنا أوصل إلى 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 التدقيق في هذا الجانب؟ واحد يقول لك والله أنا درست في جامعة هارفارد أو جامعة معينة وعندي شهادات خبرة في هذا الجانب،
نعم يعني أقل للإيمان إن يكون هناك إثباتات في هذا الجانب، لكن غالبا لا يوجد. وللعلم بالنسبة للكويتي هذا الأمور شوية محصورة، لكن الوافد يعطيك سير ذاتية ويعطيك شهادات خبرات وخصوصا في مجال الطب، يعطيك شهادات خبرات ويعطيك أمور يعني ليحسن من صورته أمام نقول المدير، لكن غالبا تكون هي يعني وهمية وغير صحيحة، وأحيانا يؤخذ فيها وعليها درجات في القبول في جهات الترشيح المختلفة. تمام. عضو هيئة التدريس دكتور، وتقييم كلام بين من يمتلك خبرة ومن لا يمتلك خبرة ميدانية، من يدخل القاعة فقط يقرأ هذا المنهج، يلخص هذا المنهج، أبرز ما جاء فيه ويجهز امتحاناته من الترم والفاينل، يدرس الطلبة اللي عنده، السلام عليكم السلام، وهو فاقد الخبرة، كيف تقيمه؟ لا، احنا محتاجين الى هذا الجانب على الاقل كل 5 سنوات. انا اقترح يدخل في نظام الترقية، كل 5 سنوات يجب ان يكون هناك ممارسة فعلية مع سوق العمل، ممارسة فعلية، يعني مثلا يتم ندبه الى جهات معينة، يتم يعني إعارته إلى جهات معينة علشان يكون قريب. هو راح يفيد ويستفيد طبعاً. طبعاً هو راح يفيد ويستفيد. وللعلم لوائحنا المالية في هذا الجانب يعني مجزية في يعني في التدريب الميداني أو في التدريب على أو نقول أثناء العمل. تمام. ولذلك ضروري جداً. ليش؟ لأن في هناك الكثير عندنا من يعني مو بس عندنا، كثير من الدكاترة في العالم تلقى ما يحاكي سوق العمل، وبالتالي تلقى منعزل تماما. نعم. ويحرج أحيانا من قبل طلبته بحيث أنه يعطونا مستجدات هذا السوق، خصوصا في الجوانب نقول العلمية التكنولوجية وغيرها. في مجال الطب لا، هذا الأمور يعني هذا الموضوع محلول، تلقى الطبيب الدكتور ممارس لمهنة الطب، لكن في المجال الهندسي، المجال الإداري وغيرها من الأمور تلقى غير ممارس، وهذه فيها يعني بعد عن سوق العمل. شو اخبار سياسه البرشوت معاكم في التطبيقي؟ يعني او ما بقول في التطبيقي عشان لا تحسب عليك. اوكي. شو اخبار سياسه البرشوت في الجانب التعليمي؟ خلنا نطلع شوي من التطبيقي. نعم. شوف، في الاونه الاخيره صار في تقنين للجان المقابلات، يعني فعلا يعني صار عيل تفعيل لسياسه التعيين المفاجئ. لا والعكس صحيح، يعني في السابق كنت أنت تأخذ حريتك في القبول، الآن هناك جداول وهناك بيانات وهناك لوائح معينة يعني مثل للتعيين، صعب جدا. وأيضا إشراك العنصر، إشراك العدد الأكبر من العناصر في عملية التقييم، لا أمانة اللي قاعد يحصل للأفضل، خطأ أكرر، ليس بمستوى الطموح لكن للأفضل للأحسن. عملية تقنين الانترفيو الآن يعني مثلا عندنا في قسمنا مثلا في السابق 4 يقيمون، الحين 9 يقيمون، ويقيمون بزوايا مختلفة، واحد يقيم عملي، واحد فني، واحد فني، واحد تقني، بالضبط. نعم. وما لهم اتصال ببعض، كل واحد يعطي درجته والسلام عليكم. يعني أنا ما حين أقول لك إياها، أنا كعضو في القسم لا أستطيع الآن تماما تخمين من سينجح أو لا، هذه كلها الدرجات يتم تجميعها ومن ثم إرسالها إلى الهيئة، وبالتالي وفي ناس يعني في يعني ناس كثار ما استطاعوا رغم نفوذهم رغم علاقاتهم لكن ما استطاعوا. لين قبل. لذلك هذا الكلام الآن هذا كلام من الماضي. الآن شوف في التعيينات الجديدة هذه سترى إن يعني نسبة نقول التجاوزات قلت بشكل كبير، لكن إن كان هناك تجاوز فالتجاوز أرجع مرة ثانية من عندنا إحنا، لا على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي بالضبط. أنا يجب أن أقيم بشكل صحيح، وإذا وجدت فساد علي أن أذهب للجهة المعنية لهذا الجانب. تمام. نعم. دكتور سؤالي الأخير اللي بختم فيه معاك هذه الحلقة، وأتمنى أن يصل إلى المسؤولين على وعسى أنه ممكن يؤثر، ولو كان بيأثر فيهم كان أثر من زمان. نعم. وايد حلقات طلعت بهالجانب. دكتور إلى متى والتعليم أحد ضحايا الصراع السياسي؟ وهذا هو للأسف، هذا يعني حضرتك يعني لمست الجرح فعلا. متى ما ابتعد التعليم
عن السياسة، وأصبح التعليم حر ومستقل دون تدخل من أي جهة، يعني أعتقد أن الموضوع سيكون أفضل. لو نرجع للسابق الكويت الماضي ستجد أن التعليم ما له شغل في السياسة. الآن نعم، الآن ستجد أن هناك يعني مجاميع معينة، تجد أن هناك، نعم هذا موجود في للأسف في مؤسساتنا موجودة، وليس في التطبيق فقط، في يعني حتى المؤسسات الحكومية العادية. تمام، ابعد السياسة ستجد أن الأمور كلها بخير، كلها بخير. خلي السياسيين يمارسون السياسة، ابتعدوا عن التعليم واتركوا نقول التعليم والتدريب والثقافة لأهل الثقافة والتعليم والتدريب، وإن شاء الله إن شاء الله يعني سنبيض وجوهكم إن شاء الله بإذن الله. الكلمة الأخيرة اللي توجهها للسادة المشاهدين بعد هذا اللقاء. والله أنا الكلمة وجهها لحضرتك. لا العفو، ما شاء الله عليك، يعني إنسان يعني حريص جدا على نقل نقل نقول شجون ومعاناة الطلبة، ومن خلال سواء من خلال برنامجك المميز أو من خلال جزاك الله خير وسائل التواصل الاجتماعي، وشكرا للجميع. كل الشكر وتقدير لك على التواصل معنا. إذا بعد تقييم مستوى التعليم بدولة الكويت، الدكتور حسين قاسم يرى بأنه جيد، وهناك بصيص من الأمل بأن ننهض بهذا الجانب، هذه بدايته. وخاتمته قال: حتى ننهض بهذا الجانب من المفترض أو من الأفضل أن يتطور الجانب التعليمي إذا أبعدنا السياسة عن التعليم، وأن يكون هذا المجال هو فقط للأكاديمي المتخصص بهذا المجال. هذه حلقتنا اليوم ببرنامج أكاديميا، على أمل أن أراكم بحلقات جديدة تجمعني وإياكم. إلى اللقاء.